السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غنشوفوا النص الوظيفي الحق في بيئة سليمة. أولا ألاحظ وأتوقع، أذكر بعد ما يهدد البيئة. هنا البيئة مهددة بالتلوث والتغيرات المناخية وقلة الموارد المائية والضغط المستمر على الموارد الطبيعية. نشوفوا السؤال الثاني، أربط بين العنوان والمشهدين. هذان المشهدان يعني أشنو اللي كيربطهم بالعنوان، المشهد الأول والمشهد الثاني. يعبر المشهدان عن تضافر جهود من أجل الاعتناء بالبيئة والحفاظ على نظافتها، وهو نفس الشيء الذي يدعو إليه العنوان. السؤال الموالي، ما المشترك بين المشهدين؟ أشنو اللي كيتشترك ما بين هذا المشهد الأول والمشهد الثاني؟ المشهدان يعبران عن التعاون بين أفراد المجتمع كبارا وصغارا من أجل الحفاظ على البيئة. نعم، من خلال أتوقع أفكار النص من خلال العنوان والمشهدين، يعني من خلال هاد المشهدين والعنوان ديال النص، علاش غادي يكون يهضر هذا النص. من خلال العنوان والمشهدين أتوقع أن يتحدث النص عن أهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها، يعني هذا الشيء اللي غادي يكون في النص، يعني الحفاظ على البيئة وكذا أهميتها. من أبرز التحديات التي تهدد العالم اليوم المشكلات المرتبطة بالبيئة وما يأتي في إثرها من احتباس حراري وزحف الصحراء على المناطق الخضراء وارتفاع درجات الحرارة ومشكلات الجفاف وشح المياه في كثير من بقاع العالم وازدياد الطلب على الغذاء لأعداد هائلة من سكان كوكب الأرض الذين لا يتوقف تزايدهم يوما بعد يوم. كل هذه المشكلات وغيرها صارت تؤرق الإنسان المعاصر وتدعو إلى التفكير في أنجع الحلول لمواجهة هذه التحديات قبل فوات الأوان. وتعتبر قضية المحافظة على البيئة وصيانتها من التدمير المدخل المناسب لحل كثير من هذه المشكلات. فبعد قرون من استغلال الطبيعة بواسطة الصناعات المتطورة، بدأ نوع من الاختلال يعم توازن الكون وما ينضوي تحته من إنسان ونبات وحيوان ومياه وصربة. وهكذا بدأت أنواع حية وسلالات قديمة من الحيوان والنبات في الإنقراض، وظهرت أمراض لم تكن معروفة من قبل، وعم التلوث البحيرات والأنهار والبحار والغلاف الجوي، وأصبحت أجواء المدن مختنقة بالأغبرة والغازات الملفوظة من المداخل ومحركات السيارات. لكن الخلل الخطير الذي تنبه العلماء إلى خطورته هو انخرام الغلاف الجوي المحيط بالأرض والمسمى بطبقة الأوزون، بالإضافة إلى مشكلة الاحتباس الحراري الذي أصبحت تهدد المجتمعات الإنسانية واحدا من أبرز مواردها التي تبقيها على قيد الحياة. الغذاء كانت أول خطوة في اتجاه مراعاة حقوق الطبيعة أو ما يسمى حقوق الإنسان في بيئة سليمة، هي الندوة التي دعت إليها اليونسكو عام 1968، ثم تلتها ندوة الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة أو المحيط المنعقدة في ستوكهولم
وقد ورد في هذه الندوة ما يأتي: يتمتع الإنسان بحق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف عيش مرضية في بيئة تسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية، وعلى الإنسان واجب متميز يقضي بحماية المحيط للأجيال الحالية والقادمة. ثم تلتها ندوات أخرى كلها تدعو إلى حماية البيئة مما يهددها من أخطار، بالإضافة إلى اعتبار خيرات البحار ومجالات الفضاء تراثا بشريا مشتركا عاما. ومن أبرز تلك اللقاءات الدولية التي اهتمت بمشكلة المناخ في علاقتها بالبيئة مؤتمر تغير المناخ المعروف باسم كوب 22، والذي احتضنته مدينة مراكش بالمملكة المغربية شهر نوفمبر 2016، وما تمخض عنه من قرارات وتوصيات تهدف إلى حماية البيئة والدفاع عن حق الإنسان في محيط خال من الانبعاثات الغازية المتنوعة. فالحقوق البيئية إذن ذات وجهين: حقوق الإنسان على الطبيعة وحقوق الطبيعة على الإنسان. فمن حقنا على الطبيعة أن نتولى الكشف عن أسرارها واستخراج خيراتها وطاقاتها لصالح الإنسان، لكن في حق الطبيعة علينا أن نحميها من التلوث والانخرام والاستنزاف، وبذلك نحدث توازنا بين مطالب الإنسان ومطالب الطبيعة وبين حقوق كل من الطرفين. هذا الدليل المرجعي في حقوق في مجال حقوق الإنسان. يعني هذه مقالة حقوقية، مصدر النص اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان 2002 ووزارة التربية الوطنية. نشوفوا الأسئلة المصاحبة للنص. نأتي بشبكة المفردات لكلمة صناعة. هنا صناعة كنقول صناعة السيارات، يعني سيارات، طاقات، معامل، آلات، مجوهرات، نسيج، كلها هذه كتعني لنا صناعة. أبحث في معجم اللغوي عن معنى يونيسكو. أش كتعني لنا كلمات يونيسكو؟ معنى يونيسكو: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، هدفها نشر السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والثقافة. ابحث في أحد القواميس عن معنى الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هو ازدياد درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة كمية ثنائي أكسيد الكربون وغاز الميثان في الجو. هنا خصنا في الجو. أجيب: ما أبرز التحديات التي تهدد العالم اليوم؟ أشني التحديات اللي كتواجه عالمنا اليوم؟ أبرز تحديات التي تهدد العالم اليوم هي المشكلات المرتبطة بالبيئة من احتباس حراري وزحف الصحراء وارتفاع درجات الحرارة ومشكلات الجفاف وشح المياه وزيادة طلب على الغذاء. ما المدخل المناسب لحل مشكلات العصر؟ اشنو الحل المناسب لهاد المشاكل ديال هاد العصر؟ المدخل المناسب لحل مشكلات العصر هو المحافظة على البيئة وصيانتها من التدمير. كيف انعكست هذه التحديات على سائر المخلوقات؟ انعكست هذه التحديات التغيرات على سائر المخلوقات سلبا، وذلك نتيجة اختلال توازن الكون.
إلى ما تنبه العلماء في العقود الأخيرة. تنبه العلماء في العقود الأخيرة إلى انخرام الغلاف الجوي المحيط بالأرض والمسمى بطبقة الأوزون، بالإضافة إلى مشكلة الاحتباس الحراري. عقدت ندوات أخيرة، ندوات للدفاع عن حقوق الإنسان البيئية. أذكر أهم هذه الندوات والقرارات التي خرجت بها. من أهم التوصيات الصادرة عنها هي الدعوة إلى حماية البيئة والحفاظ عن حق الإنسان في محيط خال من الانبعاثات الغازية المتنوعة. اقرأ وأحلل، اقترح عنوانا آخر للنص. المشاكل البيئية، التحديات التي تواجه البيئة، البيئة السليمة، هذه من بين العناوين. يمكن لينا نديرو المشاكل البيئية، ولا يمكن لينا نديرو البيئة السليمة، ولا يمكن لينا نديرو التحديات التي تواجه البيئة. أحدد الفقرة التي تتضمن الفكرة الآتية: تهديد الاحتباس الحراري للمجتمعات الإنسانية. يعني اش من فقرة كاين هاد تهديد الاحتباس الحراري. الفقرة المتضمنة للفكرة هي الفقرة الرابعة. الفقرة الرابعة هي اللي تتضمنت هاد الفكرة، هي ديال تهديد الاحتباس الحراري. ما الفقرة التي يغلب عليها الخطاب السردي؟ الفقرة التي يغلب عليها الخطاب السردي هي الفقرة الخامسة. الفقرة التي يغلب عليها الخطاب السردي والتفسيري هي الفقرة الخامسة. أبدي رأيي، أناقش قول الكاتب: حقوق البيئة ذات وجهين، حقوق الإنسان على الطبيعة وحقوق الطبيعة على الإنسان. أتفق مع وجهة نظر الكاتب، لأن الإنسان من حقه الاستفادة من خيرات الطبيعة، لكن من واجبه المحافظة عليها. أركب، أستعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفهيا ثم كتابيا. هنا غنعطيو واحد تلخيص لهذا النص. تلخيص النص: تتحدث المقالة الحقوقية عن أبرز التحديات التي تهدد عالم اليوم، خصوصا ما ارتبط منها بالبيئة، ووضحت كيف انعكست هذه التغيرات على سائر المخلوقات، من اختلال للتوازن البيئي والتلوث وندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف. ليشير كاتب المقالة إلى انعقاد مجموعة من الندوات والمؤتمرات لتدارس الوضعية البيئية واقتراح حلول مناسبة. هنا أعد بمساعدة زملائي وزميلاتي مجسما أعرض من خلاله وجها إيجابيا لحماية البيئة. هذا غتصيبوه مع الأصدقاء ديالكم في المنزل مجسم، يعني لكي يوضح لنا وجها إيجابيا لحماية البيئة. إلى هنا أصدقائي نكون سالينا هذا النص وتلخيص ديالو للبيئة، حماية البيئة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.